الشركات، الناس الشغاله بالشركه. فوات اي مانج تو دو انه لما رحت على الدفات هذا، رحت تعرفت على ناس هناك، حاولت انه مثلا انا بعرف شركه جي اس كي، بعرف شركه يعني الاسماء اللي بنسمعهم في دراستنا، يعني كنا ندرس عن استرازينيكا، عن فايزر، البرودكتس تبعتهم وهكذا. فانه خلاص عندنا شويه افكار انه مثلا هذول الشركات هم المالتي ناشونال، هم الماركت ليدرز، فانه روح وحاول تتعرف على الناس اللي هناك. وفعليا انا بروح على الستان، بروح بتعرف على كل الناس اللي شغاله هناك حوالي، وظليت اي بيلت ذا كونكشن معاهم والنتوركينج معاهم. بس خلصنا احنا الدفات، حاولت اني اخلي التواصل اللي بيناتنا يظل دايم. واستغليت الفرصه انه بالصيف كان شركه من الشركات عامله انترنشيب بروجرام، انا رحت دخلت بالنتوركينج طبعا، حاولت اضبط واحد من هذول سواء المندوبين او السيلز مانجر، بعثت له السي في تبعتي، وفعليا هاي كانت فرصه لي اني افوت هذا الماركت واجرب فيرست هاند اكسبيرينس كيف شغلنا حيكون من سنه ثانيه. بس دخلت على الماركت انا وبلشت اشتغل كمندوب، انت خلص هلا صار عندك اكسبوجر للماركت نفسه، فبتصير تعرف انت مش شغال لحالك، اكيد في ناس ثانيه، في ميديكال ريبس ثانيين شغالين في الماركت، حتلتقي فيهم بالسوق سواء في مستشفى او في عياده او عند دكتور، بتروح تلتقي فيهم، يو بيلد كونكشن وكوميونيكيت وذ ذم بزياده، بتقوي البونز اللي بيناتكم، ومنها بتصير عندك مور اكسبوجر حتى لاذر كومبانيز. فانه لما تخلص الانترنشيب تبعتي في هاي الشركه، الصيف اللي بعده بكون زي كاني ضمنت، او العطله اللي بعدها الفرصه الثانيه بكون كاني ضمنت انا شغله ثانيه من الكونكشنز اللي صارت عندي. وهكذا بلشت انا ابني الكارير تبعتي، او ابني السي في تبعتي من الانترنشيبس لحديت ما اي جراجويت. لما تخرجت انا كان عندنا مؤتمر كمان، خلينا نحكي مؤتمر، يعني ذا ستوري بيهايند ذس انه بي اولويز ريدي تو نتورك واولويز تراي تو جو يعني the step more يعني عن التانيين، ها ان تخلي حالك انت مميز زياده. فاللي عملته مثلا في المؤتمر اللي تعرفت عليه، تعرفنا على ناس كانوا سبيكرز للفارماسي كارير كونفرنس، هذا مؤتمر للصيادله انه شو عندكم opportunities تشتغلوا فيها بشهادتكم الصيدله، يعني بيعرفون انه السوق مش بس عباره عن ميديكال ريب وفارماسي، لا سوري yes. معلش اذا بتسمح بس خليك معي دقيقه، لان سينز انه ات ستوبد على الفيسبوك، سو بعض البارتيسيبنت حيكونوا معانا على الزوم، سو بيبل كان جوين اون زوم ايفن علشان يكونوا معانا، اذا في حد عنده سؤال يسالوا لايف او في حد عنده استفسار اي سند ذا لينك. بس كمان خلينا ناكد انه على الفيسبوك ات ستيل وركينج، سو اي ريكونكت يو مره ثانيه علشان نضمن الناس تقدر تتابع اللايف. فخليك معايا بس دقيقه ممكن. آية محرز وياسمين الفر، والله ما أعرف ياسمين، دكتورة ياسمين، دكتورة آية. إحنا أمورنا تمام يعني هلأ؟ We are reconnecting مرة تانية. إحنا عملنا لينك عشان على الفيسبوك لو حد حابب يحضر معنا via Zoom it can be done. وفي نفس الوقت خلينا كمان نأكد إنه هو حيكون على الزوم موجود على اللايف علشان نقدر إن إحنا ناس أكتر تكون معنا. So I'm double checking now. تمام. لحظة واحدة. So, لو حد كمان بيتابعنا على الفيسبوك يا ريت تقول لنا اذا كان كده it's working now علشان نقدر نتابع. دكتورة رهف اعتقد هي معانا برضو على الفيسبوك، so please confirm if you can see the video على الفيسبوك it will be nice. Yes, I think you can continue. We can continue. تمام. Yes, we can continue. Yeah, please go ahead. وخلينا نشوف كده مع الوقت إذا في حد عنده أسئلة أو would like to have it. Yes, دلوقتي شغال. Let's do it. Please go ahead. تمام. شكرا آية على الفيدباك. To continue من البوينت اللي وقفنا عندها، كنا بنحكي عن الستوري اللي صارت معي، كيف أنا I managed to get into this domain.
في المؤتمر اللي حكيناه هذا، كان إنه المؤتمر هذا قبل ما نتخرج إحنا، يعني على آخر فصل تقريبا في الجامعة أو فريش جراد أنت. فهذا المؤتمر بحاول يعرفك إنه شو مجالاتك أنت هلأ بس تخرجت كفارماسيست، شو ممكن تشتغل، فارماكو فيجيلانس، فارماكو ريجوليتوري أفيرز، فارماكو إيكونوميكس، ميديكال ريب أو فارماسي. في كثير مجالات أكثر من هيك طبعا، بس إحنا يعني خلينا نحكي هاي الشغلات اللي هلأ صارت كومن نوليدج. فمثلا من هذول السبيكر كان في سبيكرز ميديكال ريبريزنتيف كبار في شركات كمان كبيره مالتي ناشونال، عملت كونكشن مع واحد فيهم، كان في اوبورتونيتي انه تشتغل في ابوت، والحمد لله ثرو ذات نتورك اور ثرو ذات كونكشن اي مانجد تو لاند ا جوب ات ابوت اتسلف. ومن هون بلشت الجيرني، الرحله. خلاص انا عندي باك جراوند على الموضوع، عارف كيف الدنيا ماشيه. It's only a matter of execution. خلينا نحكي كيف تطبق هاي الأشياء اللي أنت تعلمتها. وبالمقابل كمان في شغلات كثيرة أنت بتتعلمها من شغلك، لما يكون الموضوع internship بيفرق الموضوع لما يكون شغل. في يعني مثلاً focus على التارجت، the quality of your call. يعني بتصير خلينا نحكي إنه بتكون مثلاً خلينا نحكي أنت حرية إنك تتعامل، انك تتصرف فيها كانترنشيب، غير الحريه الموجوده عندك وانت ميديكال ريب. يعني ناو انت يو ار انترينج ا بروفيشنال كارير، ا بروفيشنال جيرني، غير اللي كان بالانترنشيب. لانه بالانترنشيب انت خلينا نحكي انت لساتك طالب او شيء، مسموح لك تغلط اغلاط اكثر من كانك بروفيشنال وهكذا. فانه فعليا احنا لما طبقنا المعلومات اللي اخذناها ك انترنشيب وزدنا عليها الشغلات الموجوده من البروفيشنال نتوركينج، تطلع انت خلينا نحكي بصير عندك تكوين او بصير عندك صوره واضحه عن شو المفروض انت تسوي كميديكال ريب. فانا اليوم انا ودكتوره زينه ودكتوره مريم بدنا نحاول نعطيكم اكسبوجر من الاكسبيرينس تبعتنا، شو وجهه نظرنا عن الميديكال ريب بشكل عام، كيف ممكن انت تطور حالك اكثر خلينا نحكي، او انه ممكن تستفيد من القصص تبعتنا اكثر لمصلحتك الشخصيه انت كمان، وكيف تزيد الاكسبوجر تبعك. فبدي اسمع من دكتوره زينة، كيفك دكتوره؟ ممكن تعرفين عن حالك وتحكي لنا عن حالك شوي؟ انا زينة لاتوم، خريجه صيدله من جامعه العلوم والتكنولوجيا بالاردن. انا الفارماسيست هاب امباسادور بالاردن. حاولت خلال سنواتي في الجامعه اطور من نفسي وحصلت على اكثر من انترنشيب، وكانت واحده منهم في مجال الميديكال ريب. واليوم ان شاء الله حابين نعطيكم اكثر من نصيحه في هالمجال، ونحكي لكم اكثر عن الفارماسيست هاب، وهو عباره عن بلاتفورم بجمع اكثر من صيادله بمختلف انحاء الوطن العربي. فخليكم معنا عشان تستفيدوا. دكتوره مريم، اهلا دكتوره. اهلا، ازيك؟ انا تمام. انا دكتوره مريم، خريجه صيدله اسكندريه. انا فارماسيست هاب امباسادور في ايجيبت. انا طورت من نفسي كتير في الفتره اللي فاتت، اخذت انترنشيب في كذا فارماسيوتيكال كومباني مالتي ناشونال، اشتغلت فتره مش كبيره بس في الميديكال راب، وبعد كده بدات اتجه في اتجاه البابليك هيلث وشويه حاجات تانية. والنهارده عايزين نديكم شويه نصايح كمان لسه فريش جراديويت، يتصرف ازاي ويختار ازاي. ثانك يو، يا ويلكم. طب هلا خلينا نحكي، عندي سؤال بالنسبة لإلكم من الإكسبيرينس اللي أنتوا مرأتوا فيها كميديكال ريبس. هلأ شو كانت عندكم تصورات وأنتوا خلينا نحكي وأنتوا لساتكم بالجامعة، أنتوا لسه آخر سنة لسه ما دخلتوا هذا المجال، شو الصورة اللي كانت عندك عن المندوب كميديكال ريبريزنتيف، شو شغلته هو، شو بيعمل، وشو الصورة وشو تغير عندك لما أنت جربت الموضوع بنفسك، إذا عندكم ستوريز. أنا بالنسبة لي كنت أعتبره هو الشخص المسؤول عن بروموشن لبرودكت معين، ولما جربت الانترنشيب كان هو عبارة زي حلقة وصل ما بين الهيلث كير بروفيشنال وما بين البرودكت. فهو من خلال الفيزيتس اللي بيعملها سواء كان صيادلة دكاترة، بيعمل بروموشن للبرودكت تاعه، ومن خلاله بيقدر يوصل لتارجت للشركة تاعته. يس. ودكتورة مريم، انت بتحكي انه دخلتي انت شركة مالتي ناشونال، فانه في عندهم هم المالتي ناشونال بالعاده بيكون عندهم خلينا نحكي كود اوف كوندكت، او انه عندهم هاير اكسبكتيشن من المندوب تبعهم، فانه الاكسبيرينس تبعتك كيف كانت؟ انا بدات الاول في انترنشيب في شركتين مالتي ناشونال، وعلى اساسهم طبعا اخذنا اتطورنا كتير، اخذنا سكيلز كتيره، اتعلمنا حاجات كتير وليها علاقه كمان بالبرودكت.
وبعد كده بدأنا ننزل الماركت ونشوف فعلا الشغل بقى على الحقيقة، مش مجرد في الـ يعني في الأوفيسز وكاسكيلز بناخدها. والفكرة أني لما نزلت الماركت لقيت احنا بنعمل بروموشنز، لازم يبقى عندنا سيلينج سكيل كويسة جدا عشان اقدر ابقى حلقة وصل كويسة ما بين الكامباني وما بين الفارما الهيلث كير بروفيشنال، اذا كان فارماسيست او فيزيشن ودكتور. كانت اكسبيرينس حلوة، بس ستيل ليها برضو شوية بوينت عايزين نفهم. وعلى جميل. هلا إذا بدنا نحكي عن نفسي، عن الإكسبيرينس اللي أنا مرأت فيها، اشتغلت في لوكال وفي مالتي ناشونالز، ففي فعلياً كان في فرق بين المندوب بشركة لوكال ومندوب بشركة مالتي ناشونال. هلا زي ما حكت الدكتورة زينة والدكتورة مريم، فعلياً أنت حلقة الوصل بين شركة الأدوية وبين الدكاترة أو الصيادلة. هلا إحنا في عندنا مصطلحات ممكن نسميها في شغل الميديكال ريب، يعني لما نحكي عن أكاونت أو لما نحكي عن كي أو إل، هاي كلها مصطلحات أنت تتعلمها لما تحكي عن كول مثلاً، شو يعني كول وشو يعني ميديكال ريب، شو يعني كي أو إل، شو يعني خلينا نحكي أكاونت. فإنه بالنسبة لإلنا مثلاً هاي الشغلات، أوكي أنا داخل لسه جديد بدي أعرف شو يعني أكاونت، طلع الأكاونت سيمبلي هو الهيلث كير بروفيشنال نفسه، سواء كان دكتور أو كان فارماسيست أو كانت عيادة عادية. والكي او ال هذا عباره عن الدكتور الكبير، الكي اوبينيون ليدر، هو مش شرط يكون دكتور، ممكن يكون الصيدلاني اللي هو الهيد اوف فارماسي، هذا بنعتبره كي او ال. لو كان دكتور هيد اوف ديبارتمنت هذا احنا بنعتبره كي او ال. هذا الزلمه ليدر، انت الناس الثانيين خلينا نحكي الدكاتره الثانيين او الصيادله العاديين ممكن يتبعوا هو شو بيسوي، فبصير تارجت لإله. الكول شو يعني كول؟ الكول هي البروسيس اللي انت بتسويها ل من قبل ما تفوت للدكتور، في انت بتعمل preparation قبل ما تفوت للدكتور، وبعد ما تخلص من زيارتك لهذا الدكتور، هاي كلها اسمها البروسيس، هاي كلها اسمها كول، بتتقسم لاكثر من جزء. وبنفس الوقت خلينا نحكي الفوكس تبع شركات اللوكال والفوكس تبع المالتي ناشونالز بيفرق. فانا لما افوت بشركه لوكال خلينا نحكي، بديش اعمم، بديش احكي انه كل الشركات زي هيك، بس اغلبهم الفوكس تبعهم سيلز، انت انهي لي اعمل لي كلوزنج. الكلوزنج هو عباره عن تسكير الصفقه، يعني انا بدي اعمل معك ديل على انه تاخذ من عندي 100,000 حبه دواء. هاي انت كيف الكلوزنج تبعك، انه كيف تسكر مع هذا الفارماسيست او هذا البرشيزر او هذا الدكتور انه ياخذ من عندك ال 100,000، هذا اسمه كلوزنج. ف اللوكال كومبانيز بديش احكي كلهم، نحكي اغلبهم، انه الفوكس تبعهم سيلز، قد ما تخلص لي سيلز قد ما تاخذ انت خلينا نحكي انسنتيف او راتب. يس. اما المالتي ناشونالز، المالتي ناشونالز الفكره عندهم مش بس سيلز، مش بس جيب لي حقق لي ارقام، الفكره عندهم اكثر عن الكواليتي، كيف الكواليتي تبعت هاي الكول، كيف هاو يو ميد ذات كول. يعني بصير بالمالتي ناشونالز اغلبهم مش الفوكس تبعي ارقام كثير قد ما هو الفوكس هاو يو كوندكت او هاو يو ميد ذوز نمبرز، كيف انت عملت هاي الارقام وكيف جبت هاي السيلز. ف الشغلة الحلوة هاي إنه أنت بتتحاسب في مالتي ناشونال، بتتحاسب على السيلز تبعتك التارجت إذا أنت حققته أو لا، وبتتحاسب نفس الوقت على KPIs. KPIs key performance indicators، الشغلات اللي هي خلينا نحكي الكفرج تبعك، أنت كيف الأريا مثلا عندك، أنت مسؤول على أريا كم من مرة بتزور الدكتور هذا، إذا مغطي كل الأريا تبعتك، إذا أنت إنسان خلينا نحكي الفريكونسي تبعت الفيزيتس، أنت كيف كم من مرة بتروح تقدر تزور هذا الدكتور أو هذا الفارماسيست، وعندك how do you conduct السيل نفسها لما تدخل. انت بالعادة بينزلوا معاك خلينا نحكي سوبرفايزر، سواء سيلز مانجر او سيلز سوبرفايزر او تيم ليدر، بينزل معاك بيشوف انت كيف how do you conduct that call، كيف بتعمل انت هاي الزيارة. فاللي بينزل معاك بيكون الدكتور هذا او السوبرفايزر عم بيقيم فيك على الكواليتي تبعت الكول، هل انت تطرقت للموضوع اللي احنا جايين عشانه، انت في عندك جول قبل ما تسوي الزيارة، هل انت تطرقت للمواضيع تبعت السيلز هاي، هل انت عملت كلوزنج حلو مع الدكتور، كيف الكونفرزيشن بينك وبين الدكتور كانت ماشيه صح، هل الكور مسج، في شغلات كور مسج لكل برودكت، يعني مثلا ممكن انت البرودكت عندك في عندك 100 منافس له، بس انت مثلا عندك الكور برودكت تبعك، الكور مسج تبعتك انه انت الكواليتي تبعتك بتفرق فور اكزامبل، او مثلا انت البرودكت تبعك فيه يونيك كيميكال كومباوند بفرق عن البرودكتس الثانيين. Did you manage to deliver that message ولا لا؟ هاي نقطة. فهذول كلهم شغلات انتو تتقيم عليهم. خلينا نحكي من نقطات تانية، انه
غير الكواليتي وغير الاماونت اوف يعني كوانتيتي وكواليتي، خلينا نحكي في المالتي ناشونال والكوانتيتي، في براكتسز انت راح تصير تتعلمها كميديكال ريب. يعني انت مفكر البزنس ماشي بطريقه من الافكار القديمه اللي عندك اللي انبنت عليك وانت طالب جامعه وشي زي هيك، لانه انت فعليا ما عندكش هالكثير نوليدج، بس عندك صوره، خلينا نحكي صوره سطحيه عن كيف موضوع الميديكال ريب. حكت الدكتوره زينه ودكتوره مريم، حكوا انه انت شغلتك تو بروموت ذا برودكت اتسلف، هاي الشغله تبعتك صح. فعليا هلا اذا بتيجي بتفكر فيها كمالتي ناشونال، انت غير وظيفتك انك تو بروموت العلم اللي بياخده الدكتور، يعني الدكتور مستحيل يكون عارف كل البرودكتس، مستحيل يكون عنده نولج على كل الادويه اللي في الماركت. يس، فانت يور جوب از تو انكريز ذا اويرنس اوف ذا دكتور. مثلا انت كم اللي شفته انا فعليا مثلا في ابوت، خلينا نحكي انه انت مش هدفك بس تبيع الدواء، لا، مثلا انت بتروح للدكتور بتفهمه فور اكزامبل اوماكور عندك دواء للكارديو للقلب، مش هدفك انه تطلع اوماكور لمين مكان، لا، هدفك انه تورجي الدكتور متى الوقت الصح اللي ينصب فيه الاوماكور، وشو مثلا عندك اذر اسبيكتس، مثلا لو الزلمه عنده كوليسترول عالي في ال دي ال والاتش دي ال، لا ما تعطيه اوماكور دكتور، اعطيه هذا مثلا، اعطيه خلينا نحكي ادويه 3 مثلا، لا ما تعطيه هلا، اعطيه لما يكون عنده 1 2 3، مش هدفي اني ابيع الدواء. فهي نقطه كثير حلوه تتعلمها في المالتي ناشونالز. بنفس الوقت خلينا نحكي هلا في فاليو لك انت صحيح. يعني انا كنا نحكي اذا بحكي مع اصحابي ولا بحكي مع ناس ماي بيرز وهيك، بقول له ليش انا في شركه مالتي ناشونال راتبي ليتس سي 10,000 وراتب زينا خلينا نحكي في شركه لوكال 5,000، شو الفاليو اللي فرقت بيني، شو فرقت شغل زينة عن الشغل تبعي، ليش انا قيمتي 10,000 قيمه زينة 5,000. فهي الشغلات بتبلش انت تكونها كصوره عندك من الماركت نيدز صح. الماركت له نيدز، اذا انت بتقدر تحقق هاي النيدز وانت يو ار كونفيدنت ذات يو كان دو ذات جوب، فالماركت ويل ريورد يو بناء عن هذا الحكي. فهمتوا علي؟ معناته اذا انا بقدر اقدم قيمه للشركه ب 10 مليون فاي ديزير انه اخذ راتب 10,000 او 10 او 100,000، بالمقابل لو انا قيمتي في السوق بجيب 100,000 سيلز، خلينا نحكي انت قيمتك هون قديش بتصير، مثلا بتصير 10,000 او 1000 درهم فور اكزامبل. فهون الفاليو تبعتك هي اللي بتحدد انت واي يو شود دو ذس اور نوت. فلما تفهم انت هاي الكونسبت دخلها بمخك، خلينا نحكي ابواب كثير بتنفتح لك، وبنفس الوقت فهمك للسوق بشكل عام بيختلف. فدكتوره زينه ودكتوره مريم بدي اسالكم سؤال، كيف خلينا نحكي انتوا داخلين على هذا السوق، في مواقف قابلتكم انتوا من دكاتره كانوا رود معاكم، كانوا يعني انت متعود لما كنتوا تتدربوا على السيلز سيلينج سكيلز في الشركه وزي هيك، في مواقف معينه ممكن انتوا تكونوا تدربتوا عليها، بس لما تنزل انت على ارض الواقع اكيد في شغلات بتفاجئك، فانتوا كيف تعاملتوا مع هاي المفاجآت لكم في الماركت، سواء كان دكتور رود، سواء كان فيري اكسبرسيف معاكم، سواء ما زبطت الامور معك، انت بخطط شغله وما زبطت معك، كيف هاو ديد يو اوفركم ذوز اوبستكلز؟ دكتوره زينه. هو صح، لهلا ما صار معي موقف شيء مع الدكتور من قبل، كان يس يعني كان منيح، كان تعامل مع الدكتور. معقول كلهم كل الدكاتره؟ طب احكي لنا على الاكسبيرينس تبعتك على اول فيزيت، انت هاي اول مره تنزلي على الماركت، yes. اول مره بدك تزوري اول دكتور، كيف كانت معك الدنيا هناك؟ لانه يعني فعليا اول نزله لدكتور او اول مقابله لدكتور واول سيل بتسكره، اول مره تبيع برودكت، هذول الاشياء ما بتنساهم انت ابدا، بضلهم عندك حلقه خلينا نحكي. فانه كيف كانت الاكسبيرينس تبعتك اول دكتور اول سيل سكرتي؟ عادي، فتنا الدكتور، عرفت عن حالي، حكيت على البرودكت وكان easy going الدكتور، يعني حكيت عن البرودكت، حكيت عن الادفانتج، ما حاولت أقارن بيني وبين الكمبيتيتر لأنه هذا الإشي مش منيح. ما كان aggressive معك؟ لا كان لطيف. أول مرة. ودكتورة مريم أنت وين اشتغلت دكتورة مريم؟ كانت لا كنت في اسكندرية، وكان الجي اس كي كونسيومر هاوس كان سبونسرينج ايفنت في التايم ده، وهي دكاترة كلها كانت الدنيا لطيفة، بس انا ما انساش اول فيزيت ودي كانت صدمة.
نزلت وبعمل الكول وعملها حلو جدا وبرودكت اويرنس ولونش على حاجه جديده. وبعد كده لقيت الدكتور بعد ما خلصت فبيقول لي انا عايز ديل او يعني ميتنج لونش ميتنج ل 150 دكتور معايا في المركز بتاعي وانا هكتب البرودكت. فانا كانت اول يعني انا نازله بقى السكري والدنيا وفي ايه وحلو جدا. وجيت اتصدمت يعني كانت بالنسبه لي اوكي اتهندل بس كان موقف صعب ان دي تبقى اول فيزيت يعني. بس بعد كده الدنيا اتهندلت بس 150 دكتور دي كانت كتيره وكانت صدمه يعني. بس فعرفت بقى ان الدنيا مش كلها يعني مش كل دكتور بيبقى اللي بيفرق معاه الكواليتي بتاعت البرودكت او بس الميديكال بوينت اوف فيو يعني. فهنا كانت قلب ديل يعني قلب ديل. صحيح صحيح. يعني طب خلينا نحكي هل غيرتوا فكرتكم عن الدكاتره بشكل عام الدكتورز الاطباء خلينا نحكي او الدكاتره هل كان عندكم صوره عنهم وتغيرت من الاكسبيرينس تبعتكم كميديكال ريبس لما عرفت كيف البزنس بصير؟ هي حسب الاكسبيرينس انه بيكون في شخصيات دكاتره في شخصيات بتميل لانه تحب تكون حسب البرودكت يكون إشي ساينتفك بدها في مثلا بتحب البرايس يكون اقل لانه حسب البيشنتس اللي بتيجي لعندها. فهي شخصيات حسب الدكاتره وانت بدك تتعامل حسب شخصيه الدكتور. ودكتوره مريم هي بتختلف يعني بيختلف طبعا الدكتور اللي قدامك البيرسوناليتي اللي قدامك دي personality scientific دي بتفرق معاها البرودكت او البيشنت نفسه ودي ديلر يعني. فهو في اختلاف حسب البيرسوناليتي وحسب بقى الكاركتر اللي قدامك ان انت تهندل الموقف اللي معاك. بس طبعا يعني الفكره اتغيرت يعني زي ما بقول احنا قبل ما نطلع وننزل الفيلد غير لما دخلنا الفيلد. صحيح صحيح. البراكتس كل شيء بيتغير والواحد بيتعلم. يا 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 يعني مثلا احنا فور اكزامبل فعليا انا صورتي عن الدكاتره فعلا اختلفت يعني لما عرفت كيف البزنس هاو دو ذي كوندكت ذا بزنس فور اكزامبل. هلا الشيء الحلو خلينا نحكي لما دخلنا احنا على الشركات انه هم ببلشوا يدربوا فيك يعني فينك تحكي انه انت خريج هلا جامعه ما عندك نولج سيلز ولا عندك نولج ماركتنج ولا عندك نولج في البرودكت اتسلف انه يعني هاي الشغلات ممكن تكون عائق او في ناس بس في شركات في ناس عندهم هاي الموهبة بتاعت السيلز في ناس عندهم موهبة سيلز وموهبة ماركتينج في ناس تانية لا they like it. هلا هذول اللي عندهم موهبة بس هم اللي لازم يدخلوا الماركت هاد أكيد لا. شركات الأدوية generally إذا بنحكي إحنا شركة هاي الشركة محترمة حالها و they care about their people الناس الشغيلة عندهم ف what they do المفروض إنه كل شركة تعمل لك ميديكال نوليدج على البرودكت تبعهم اللي عم بيعمل تريننج على السكيلز وتريننج على السيلينج سكيلز وهاو تو انتراكت وذ بيبل. صح. هلا اذا شفتوا احنا تعلمنا انه مثلا عندنا ديفرنت بيرسوناليتيز لكل دكتور زي دكتوره مريم هلا حكت انه مثلا انا بعرف هذا الدكتور اناليتيكال هذا الدكتور درايفر وهذا دكتور عرفتي شو كانت الشخصيات دكتوره مريم شو كانت الشخصيات خلينا نحكي نعرف الناس بالشخصيات بتاعت الدكاتره كاركترز بقى كثيرة مختلفة فيها الاناليتيكال درايفرز فيها بوينت كثيرة ممكن أكون دلوقتي بس عشان سايبة الفيلد من فترة شوية بس طبعا بتختلف قوي وانت بتتعامل مع كل كاركتر كل بيرسوناليتي قدامك يعني في يعني هلا انت راح تصير انت كمندوب إذا عرفت تستغل الصح والنولج اللي عم تاخذها أنت صح بتصير تعرف مثلا لما تعرف شخصيتك أنت ولما تعرف حالك بالضبط أنت كيف ماشي بتصير تعرف how do you deal مع الطرف الثاني. مثلا عن نفسي أنا إذا بدي أحكي عن نفسي أنا كبكر إنسان إكسبريسيف أنا إنسان بحب أسولف أحكي وإذا أتوقع أنتوا لاحظتوا هذا الإشي هذا الحكي بداية الشخصية الدرايفر فور إكزامبل الزلمة هذا الدرايفر رح he will be irritated لما يشوفني أنا إنسان بتحرك كتير وبسولف كتير وهيك هو الدرايفر هذا بس بده الزبدة شخصية بدها الزبدة خلصني احكي لي أنت شو بدك وشو جاي ومع السلامة وليش سموه درايفر لأنه هو اللي بيقود المحادثة فهمت كيف؟ فعليا وهذا الحكي بتشوفه في الإيجوز تبعت الدكاترة يعني ما بدي أعمم كمان بنفس الوقت بس من الإكسبيرينس تبعتنا اللي شفناها إنه مثلا دكاترة الكارديو ودكاترة الجراحة الجراحين والكارديو والديابيتس أو الأونكولوجي هذول ناس عندهم إيجو عالي ناس شايفة حالة خلينا نحكي بدناش نحكي إنه شايفة حالة بس إنه هذا أرض الواقع إنه هذول عنده إيجو عالي you need to respect his ego وتعطيه على جوه هو شو بحب
هاي الشغلات انت تتعلمها، انت هاي الشغلات ما بتعرف، انت في الجامعه انت قابلت، يمكن قابلت هاي الشخصيات، بس انت ما عندك داعي انك تتعامل معه. اذا الشخص هذا ما عجبك ما في داعي تتعامل معه خلص بالجامعه او بالحياه العامه، بس في سيلز او في ماركتينج هذا البزنس هذا كاستمر لإلك لازم تخدمه، فبدك تتعلم كيف تتعامل معه. والمفروض الشركه وانت نفسك تكون كيوريوس انف انك تطور من حالك من هاي الناحيه. هلا هاي this is a very powerful tool بالنسبه لإلك اذا بتقدر تستخدمها، اذا عرفت تستخدمها صح وتطورها. تمام، ف نصيحتي لكل واحد فيكم انه فعلا يروح يتعمق شوي بهذا الموضوع، يقرا اكثر كيف انا اتعامل على workshops كمان اذا ما كان عنده السيلز. السيلز سكيلز والماركتينج بتفيد صراحه الworkshops. يس يكون عندك باك جراوند قبل ما تفوت على الكول. صحيح والتريننج اللي بتقدر تحاول تحصل على تريننج في المستطاع. طب هلا تقدر تاخذ سكيلز اكثر كل ما هيبقى احسن، لان الكارير ده محتاج سكيلز كتيره جدا. براكتس يس بدها براكتس. عشان تقدر كمان. طب هلا انتوا شو شفتوا فروقات بين شغل الكارير الفارماسي اللي هو الكوميونتي فارماسي والميديكال ريب؟ خلينا نحكي من سواء الفرص للجروث اوبورتونيتيز اذا بتقدر تنمو ولا لا وهكذا، من وجهه نظركم كيف شفتوا الوضع هذا؟ يمكن الميديكال ريب اكثر كفرص، بس بنفس الوقت بحس انه فيها كارير بات اكثر، يعني بقدر الواحد يطور من حاله اكثر بالجوب تاعته بميديكال ريب. بالفارماسي هو انه بتقدر ممكن من خلالها تتطور اكثر. الميديكال ريب يس فيها كارير بات وبتقدر تتطور وتصير اكثر من اكثر من وظيفه. طب دكتوره مريم انت شو مرت عليك اكسبيرينس زي هيك، انه شفتي انه فعلا في ابواب تنفتح عندي في ابواب تتسكر، يعني شو الصوره العامه اللي اخذتيها عن هذا الفرق بينها كفارماسي كارير وكميديكال ريب كارير؟ هو التو كارير مختلفين جدا، لان انا من وجهه نظري هو طبعا الميديكال ريب كارير في كارير باس كبير واقدر ان انا اتطور واخد تايتلز واترقى ويبقى في يعني اختلاف عن الكوميونتي فارماسي. وهنا لان دي اخر حاجه هتكون بالنسبه لي نبقى مانجر للفارماسي، يعني دي هتبقى اخر حاجه. بس البوينت انا برضو مش هنسى حاجه، انا في الميديكال راب انا باخد سكيلز كتيره، بس يمكن ما عنديش ميديكال نوليدج كتيره غير على البرودكت اللي انا شغال عليها. يعني زي شغال كارديوفاسكولار، شغال نيورولوجي، شغال تبر، انا شغال على برودكت ايه، فانا اغلب النوليدج اللي عندي هتبقى فوكسد على التراك ده. لكن انا في الكوميونتي فارماسي لا، انا عندي كل انواع الدراجز والميديكيشن كلها معايا، الاو تي سي الكلام ده كله، فهنا مختلفه في كميه النوليدج. بس لو هقول كارير باث، لا الكارير باث هو موجود في الاغلب بس يعني او اكتر حاجه في الميديكال ريبريزنتيف، حتى السالري للميديكال ريبريزنتيف اكتر. يس تفرق، بس هي فيها ستريس. يعني هو كل الأشغال فيها ستريس. لسه هاي نقطة بدي أحكيها، بدها صبر كمان. إذا أنت داخل كمندوب في شغلات لازم تكون بمخك أنت خلاص هاي مسلمات، هاي هذا الأمر الواقع. ستريس السيلز، ستريس المانجمنت، وستريس التارجت، وستريس الناس اللي تحتك الدكاترة وهكذا. أما ككوميونيتي فارماسي بحس إن الستريس تبعك آخرته dealing with patients، او انه مثلا حتى انتم المفروض عندكم تارجتس او شيء زي هيك السيلز، بس مش زي الستريس تبع مندوب. انت بالنهايه قاعد خلص سوي شغلك والراتب نازلك اخر شيء. انا بالنسبه لي كمندوب او شيء اذا ما حققت التارجت تبعي في دوار تفهم علي ليش هيك. اذا انت استمريت خليني كوارتر وكوارترين وثلاثه ما حققت التارجت تبعك، يلا مع السلامه بنشوف واحد جديد. هاي نقطه لازم تنحط بالبال. وثاني شيء هلا الكارير باثس عندك بتنفتح اكثر بحسها في الميديكال ريب فعليا للكارير فارما، للفارماسي كارير، الفارما كارير سوري، الفارما قصدي هون الشركات الكومبانيز. يعني هلا انت كمندوب في الشركات المحترمه حالها، الشركات المالتي ناشونالز او الشركات الكبيره الثانيه، خلينا يعني حتى لو لوكالز، عم بيحاولوا انه انت اوكي انت مندوب بس ليتس ترايو في الماركتينج، فبيعطوك اساينمنت. هاي شغلات اسمها اساينمنت، يعني انت اوكي انت شغال سيلز وميديكال ريب بس خليني اجربك في assignment، اعطيك assignment HR تروح تعمل انترفيوز وهكذا. فهي تفتح لك مجال ثاني. خلينا نحكي في الماركتنج بعطوك مجال ثاني لما تكون ميديكال ريب، بس ما اتوقع انت كفارماسيست في الكوميونتي فارماسي ما عندك هاي الاوبورتونيتيز تو بي اكسبوزد لاذر ديبارتمنتس، اذر ديبارتمنتس بالشغل نفسه. وزي ما حكينا احنا انه
هي بدها ناس، في إلها ناس، يعني إذا أنت مستعد إنك تشوف الناس كل يوم مثلاً، ما بتحب أنت شغل المكتب، أنت بني آدم ما تحبش تضلك مربوط بمكان وميداني. فgo for a medical rep. إذا إذا حاسس إنه عندك good communication skills مع الناس، بتعرف تخلص أمورك وزي هيك، a medical representative job should يعني يمكن it fits you. خلينا نحكي، إحنا بدناش نتطرق لمواضيع تانية، خلينا على medical rep بشكل عام. النتوركينج والكوميونيكيشن سكيلز از ا كي فاكتور لك فعليا، هاو دو يو ديل وذ بيبل. السيلز والماركتنج هاي سكيلز انت ممكن تكتسبها عادي، مش بدناش نركز عليها كثير، لانه ما حدا انولد ببطن امه هو بياع، لا هاي شغلات انت ممكن تتعلمها وتكتسبها وهيك. في شركات بتدرب تعمل تريننج قبل ما تنزل على الماركت، فيس يعمل تريننج. طب انتم بالنسبه لكم دكتوره مريم دكتوره زينة، شو شايفين انه في بوينتس لو الميديكال ريب ركز عليها it will lead him to a successful career في هذا المجال؟ يعني self resilience، إنه الزلمة self motivated، dealing with stress والشغلات هاي، شو شايفين أنتوا key aspects للميديكال ريب عشان ينجح؟ for me أنا شايفة إن من أهم الحاجات strong communication skills تبقى عالية. الفكرة اللي يقدر يعمل organization لشغله كويس، time management كويس، لأن بجد هي لو ما تعملش تايم مانجمنت لشغله كويس بتضيع وقت كتير على الفاضي، ما بيقدرش يوصل للتارجت اللي هو عايزه والحاجه اللي هو عايزها. لازم يبقى بقى فيه سيلف كونفيدنس، لازم يبقى صبور شويه علشان يقدر يوصل. دكتور زينة يكون برضو سيلف موتيفيتد، يكون عنده awareness أكتر عن البرودكت، يكون عنده knowledge زي باك جراوند، بحيث إنه يقدر إذا نسأل أي سؤال عن البرودكت يقدر يجاوبه. بنفس الوقت برضو يكون في networking كتير مهم، عشان لازم يضل يعمل follow up للفيزيتس تاعت الدكاترة ويضل على تواصل دائما، فكتير مهم الconnection والnetworking بين الدكاترة وبين الشركة نفسها. هلا بالنسبة لي كمان في شغلة اسمها business acumen. شو يعني business acumen؟ يعني لما تكون انت في الماركت وتشوف فرصة لبزنس تعرف تستغلها صح، هاي business acumen، يعني عندك awareness لكيف البزنس بيمشي. فهاي نقطة كثير حلوة في الـ في الـ في الـ في الميديكال ريب نفسه. التيم وورك، انت مش شغال لحالك، انت مش بني ادم لحالك في هذا التيم، اذا بتقدر تشتغل مع اكثر من واحد it is important for you. وحتى انك how do you support others، بدك تكون شخصية حلوة محبوبة بهاي الشركة يعني. فإذا بتقدر تزبط عليهم، if you can manage it وبتزبط هاي الشغلات فيها تمام، أمورك 100% بتكون. هلا في عنا إجانا سؤال من دكتورة سارة، خلينا نشوف. في عندي سؤال، كيف ممكن نحصل على تدريب قبل التخرج من عندكم؟ كيف أنتم من الإكسبيرينس تبعتكم، كيف ممكن تحصل تدريب قبل التخرج؟ أنا حصلت صراحة من النيتورك اللي قدرت أعملها، لأنه كنت أشارك كفولنتير بمنظمات ميمبرشيب بأكتر من مكان، فمن النيتورك هاي قدرت أحصل على واحدة، أو في بيكون جروب بحصلوا على انترنشيبس أو الجوبس اللي بتكون هناك بيقدروا يلاقوا هناك. يس. مريم توقع الاكسبيرينس عندكم شوي مختلفة أنتم مصر؟ مختلفة شوية، بس احنا مثلا كان بيبقى فيه يعني أيامي كان بيبقى فيه جوب فيرز بيتقدم فيها فقبل ما بنتخرج، لو في تريننج انترنشيب وكده. دلوقتي كمان السوشيال ميديا وعن طريق كل الجروبس والنتوركينج بنقدر ان احنا نجيب انترنشيب كويسة. وفي حاجة يعني حلوة جديدة بدأنا فيها، عن طريق البلاتفورم بتاع فارماسيست هاب بيبقى عليه حاجات انترنشيب ووركشوبس وكده، تقدر ان هي برضو بتساعدنا كتير ان احنا نوصل نبقى فوكس على البوينت اللي احنا عايزينها ونوع الوركشوب والكورس او السكيل اللي احنا عايزين ناخدها، واقدر عن طريقها ان انا يعني اشارك وادخل واخد الوركشوب او الانترنشيب ده. فدي حاجه سهلت الصيدله كتير دلوقتي. يس يس، اتس فري سيرفيس بهذا البلاتفورم. يس. هلا يعني اوكي، اذا بنحكي هلا من طرفنا، الجامعه لازم تلعب دور. يعني في عندنا ألومين أوفيس ومكاتب عيادة عمادة شؤون الطلبة وهيك، الجامعة لازم تلعب دور بهذا الموضوع، إنه هي تحاول تدور لك إنترنشيب قبل ما تتخرج، تجرب هاي. بس هلأ we are not all lucky إنه مثلا يكون عندنا داخلين بجامعة زي هيك. مثلا إحنا بالنسبة لإلنا جامعة الشارقة for example بتحاول هي تلم الشركات تيجي لعندها وتعمل تاخد إنترنشيب طلاب من عندها. مثلا جامعتنا ما كناش lucky لهالدرجة، هلأ جديد بلشوا يعملوا هذا الحكي في جامعة العين. فعندك نقطة، الجامعة ممكن تساعدك بهذا الموضوع. تاني إشي networking
إذا في إيفنتات أو إشي للكوميونيتي تبع الفارماسي عندكم في المنطقة أو هيك، وتقدر عندك فرصة تروح تتعرف على الناس فيس تو فيس وتبني علاقة معاهم، go for it، استغل هاي الفرصة واشتغل عليها. والنقطة الثالثة السوشيال ميديا هابس، يعني سواء كان احنا هلا عاملين فكرة فعليا عاملين فكرة الفارماسي هاب او مثلا لينكد ان، هذول مثلا تو بروفيشنال نتوركس. هلا لينكد ان خلينا نحكي اتس مور جنرال، احنا بنحاول في فارماسيست هاب انه يكون كومبليتلي فوكست اون فارماسيست ذم سيلفز، انه يكون هاي الشغله لدومين الصيدله كلها بشكل عام، سواء الجوبس اللي فيه او البوزيشنز والانترنشيبس اللي فيه بس متحوطه على 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 الفارماسيست كلهم بشكل عام. اما باللينكد ان انت ممكن تلاقي هيك شغلات بس اتس ا جنرال ثينج، يعني شو ما بدك انت ممكن تلاقي، ونتورك باللينكد ان اتسيلف. وحتى هون يعني مثلا عندنا احنا عندنا منتورز في فارماسيست هاب، منتورز وكارير هانترز والهيد هانترز بنسميهم هذول، او حتى اي واحد انت ممكن تعمل معاه كونكشن، بيلد ذات كونكشن، وممكن هو الزلمه هذا يوصلك لفرصه. انت ايفينشولي يوز يور نتوركينج سكيلز، اذا قدرت تستغلها صح امورك تمام. طيب هلا في عندنا سؤال دكتوره مريم ودكتوره جمال، دكتوره مريم ودكتوره زينه، اجانا سؤال قبل هيك احنا كيف أضبط الأكاونت تبعي في Pharmacist Hub؟ إذا ممكن تساعدونا بهاي النوليدج نكون لكم شاكرين. Pharmacist Hub هو عبارة عن شو Pharmacist Hub؟ تعملي شير. أنا هعمل شير. يس إذا بتقدر تعملي لنا شير وكون تمام. هلا أنا شو هو Pharmacist Hub؟ إذا بتقدر تعرفوا لنا شو هو Pharmacist Hub وبنفس الوقت شو ممكن ألاقي أنا على Pharmacist Hub وكيف أنا أضبط البروفايل تبعي عليه؟ شو ممكن أستفيد منه؟ هلا هو بلاتفورم زي ما هلا حتورجينا دكتوره مريم واتس فري سيرفيس، طبعا فيه اكثر من ناس، في رح يكون في انترنشيب، في ناس حيكونوا زي تريني حيكونوا موجودين، وناس اكسبيرتس يعني ممكن تستفيد منهم تعمل كونكشن معهم، ممكن تستفيد منهم كانترنشيب كشغل لقدام. فهو بيحصل على اكثر من صيادله باكثر من مكان ببلاتفورم واحد زي ما حتورجينا يا هلا دكتوره مريم. هو دلوقتي the screen مفروض ان هي موجودة معنا. اوكي Pharmacist Hub هو platform زي ما دكتورة زينة قالت ان هو platform، هو for free، وفي نفس الوقت انا بقدر اوصل منه لحاجات كثيرة جدا كpharmacist، وده community للpharmacy career او للpharmacist نفسه فقط لغير، يعني كل اللي انا محتاجه كل حاجة هو موجود عندي. على ازاي هعمل اكاونت، انا هبدا من الهوم بيج عشان نبدا خطوه خطوه. اذا اخذنا الموقع تبعك pharmacisthub.com، هو الموقع زي ما هو دكتور بكر بيقول هو pharmacisthub.com. انا طبعا عندي الاكاونت تاعي فهفتحه، هنتكلم ازاي اقدر اعمل اكاونت، واللي عنده اكاونت لسه ما كملهوش برضو ازاي هنكمل. It's a simple sign up. لما بدل ما تكون الصورة عند دكتورة مريم هناك إنه صورتها والبروفايل تبعها، لا هي بتكون إنه sign up use your email وزي هيك just إنه create an account. فأنت create an account on it، بيطلع لك على البروفايل تبعك. البروفايل تبعك هذا عامله، أنت حاول تتعامل معاه زي الأكاونت تبعك على LinkedIn. إحنا عارفين LinkedIn it's a professional network، وأنت لما تكون على LinkedIn تحاول إنه توصل صورة عن شخصيتك عن نفسك، تبروموت يور سيلف، تعمل لحالك ماركتينج. اعتبر هذا المكان، اعتبر البروفايل تبعك هون نفس الاشي. فلما تعبي انت اي معلومة، لما اجي انا افتح على دكتورة مريم، انا ليش مهتم بدكتورة مريم؟ يعني مثلا الاباوت تبعها، هي شو حاكي عن نفسها، ليش انا مهتم فيها، شو هي ممكن الاكسبيرينس اللي قدمتها، الاكسبيرينس تبعتها وهكذا. يس إذا ممكن تورجينا أنت بالبروفايل تبعك. إحنا لو هنبدأ من فوق، هشوف من هنا من الأرو، هشوف البروفايل سيتينج وهبدأ إزاي أكملها، أو أنا لو لسه هعمل أكاونت هشوف النيم بيرزاي الكانتري كل حاجة أنا بقدر أدخلها، وأهم أهم حاجة أنا البيوغرافيكال إنفو، لأن دي هي اللي هتعرفني أنت مين، عارف الناس عمل إيه، الاكسبيرينس بتاعته ايه، اللي هتقدر تساعد اي فارماسيست تاني داخل ان هو يعني يبقى فيه كوميونيكيشن، نساعد بعض بكل اكسبيرينس احنا اخذناها او عملناها. الاكاونت بعد كده هيبقى، وهعمل سيف للتشانجز اللي انا عملتها. بعد كده هنبدا هنشوف زي ما قلنا الاكاونت سيتنج، الاكاونت سيتنج الاكاونت تاعي بالايميل بالباسورد بكل حاجه.
بدخلها. اوكي الويدجت 60. هنشوف بقى هعمل ابلودنج للفوتو البايوجرافي الحاجات اللي هتيجي تظهر للناس لكل الفارماسيست اللي موجوده على الهاب. طب انا دلوقتي في سؤال بيجي كتير قوي، اغير صورتي ازاي؟ اغير صورتي من تشانج افاتار، يبقى احنا افاتار فهنغير منها، وتشانج كفر فوتو لما احط كفر فوتو زي. طيب انا هفتح ماي بروفايل وهنشوف بقى في ايه في البروفايل. على المنيو دي عندي تايم لاين، تايم لاين انا هو عنده هفتحه. التايم لاين ابتدي اشوف كل حد عندي يوري اكتيفيتي، الاكتيفيتي اللي بتبقى موجوده وكل حاجه عندي هتبقى ظاهره بكل تفاصيلها. طبعا يمكن دكتوره كل ما كنتي اكتف اكتر كل ما كان بين اسمك للناس للاكسبرتس وعملتي براند لير سيلف اكتر. أكيد. هاي بتفيد هذه الاشي. يس اكيد طبعا، لان احنا هنقول كمان ان في تشالنج وريوردز وحاجات كثيره دلوقتي على الهاب، فده التايم لاين لكل الناس اللي عندي زي نظام الفيسبوك بالظبط. التايم لاين بتاع الفيسبوك احنا عندي هنا في الفارماسيست هاب تايم لاين خاص بينا. عندي تاني حاجه ماي اكتيفيتي، انا عملت ايه حاجتي الخاصه بيا انا على الهاب البروفايل بتاعي اللي انا عملته، عملت اد لفريند، عملت انفيتيشنز، حطيت بوست، حطيت فيديو، اعتبر انا عملت ايه فهقدر اشوفه. هنا بقى الاول ممبر، الاول ممبر اللي موجودين على فارماسيست هاب مثلا اهو. انا هنا ممكن ابتدي اعمل اد لناس، ابتدي ادخل البروفايل بتاعتهم وابص عندهم ايه. مش لازم اكون عارفه، بس انا ممكن اشوف لو انا محتاج حد عنده نوليدج في الريسيرش، حد عنده نوليدج في الفارماكو ايكونومكس، كل واحد حسب الفيلد بتاعه في الكواليتي في كل في المانجمنت في كل حاجه، ابتدي ادخل اشوف اللي هلاقيه مناسب ليا ممكن يساعدني، ابتدي ادخل اكلمه. بعد كده عندنا الفرند الجروبس. اوكي الجروبس دي من اكتر حاجات اللي هتساعدنا. احنا عندنا كام جروب؟ عندنا دلوقتي واحنا لسه كمان بنكبر، عندنا جوب تيبس، عندنا كوميونتي فارماسي، عندنا ديجيتال هيلث اند فارما، عندنا الفارما والبزنس، وفارماسي اديوكيشن وكلينيكال فارماسي. هقدر كل جروب ادخل اشوف كل حاجه موجوده. هيبقى بعد كده الجوب تيبس دي هيبقى فيها كل شويه بيزيد، هيبقى فيها الاوفر، هيبقى فيها كل حاجه. اقدر ادخل على كل جروب استفيد منه من خبراته، مين جواه، مين فيه، مين اكسبرت هنا، وبكده اقدر اخد نوليدج اكتر لاي حاجه انا محتاجها، يعني مش محتاجه اطلع بره بمعنى اصح. هنا البلوج. البلوج دي كل حد فينا ممكن يكتب بلوج ليه باسمه ويسيبها عن اي حاجه ريليتد ليها علاقه بالفارماسي، بالتكنولوجي، بالديجيتال هيلث، باي مجال ليه علاقه. ادينا شايفين كل حد. طب انت طب كيف ممكن تشوفي انت وين الجوبز بهذا الموقع؟ ولا هاو دو يو ميت المنتورز، خلينا نحكي الاكسبرتس، من وين ما اقدر الاقيهم الجوبز والاكسبرتس؟ هنجي لهم دلوقتي يا دكتور بكر. اونلي وان مينت، انا هرجع للبروفايل بتاعي. اوكي ميت الاكسبرت، احنا عندنا اكسبرت موجودين على الفارماسيست هاب. المنتورز كلهم ناس يعني كلهم بيرفكت، كلهم فعلا اكسبرت في المجال بتاعهم، في الكارير بتاعهم. عندنا اكزامبل اهو الدكتور، في اكتر من فيلد كمان شويتين. اكتر من فيلد، احنا كل الفيلد في اكسبرت، في منتورز، ولسه هنضيف وهنضيف كتير. واكيد كل حد بيعمل اكاونت بتاعه وهو اكسبرت في الفيلد بتاعه هيبتدي يبقى معانا بعد كده ضمن الجروب الجديد اللي هيضاف كمنتورز. عندنا اكزامبل دكتور اسامه ابراهيم في كوربريت سيلز، عندنا دكتور احمد حجازي فارماكو فيجلنس اند ميديكال افيرز، عندنا دكتور سلمان سلطان هيلث كير ديجيتال ترانسفورميشن. زي ما احنا شايفين احنا عن الوطن العربي كله يعني اكسبرت. دكتور سلمان في مصر، في الاردن، غازي دكتور في الامارات، وسام ابراهيم في الامارات، في باي من مصر، في ناس وهكذا من مصر، كل الوطن العربي هنلاقي اكسبرت. دايما المنتور يردوا علينا
عايزة أسأل على حاجة، يعني زي ما احنا شفنا هنا الفارماكوفيجيلانس، أنا دلوقتي عندي مشكلة، عايزة أدخل كارير جديد، ده الفيلد ده عجبني، ممكن أدخل أسأل دكتور أحمد وأشوف أبدأ منين الستارت اب بتاعتي وهكذا، أقدر إن أنا أدخل هنا الجوبس. هنا الجوبس كل جوب موجود أهو، بدأ يبقى فيه يعني عندنا أوريدي جوبس كتيرة محتاجينها فول تايم والبارت تايم، بختار اللي أنا محتاجه. طيب احنا في بوينت بوزيتيف جدا في فارماسيست هاب، ودي هتفرق معانا كتير، وهي الريتنج. الريتنج يعني ايه؟ يعني انا هدخل على ماي بروفايل، او ممكن ادخل عشان اوضحها اكتر، ممكن على بروفايل باكر لايك ذات. انا باخد ريت، الريت ده كل ما حد بيدخل عندي بيسألني برد عليه بساعده، ببتدي بيديني ريت. يعني هو بيدخل، هناخد اكزامبل دلوقتي، بعطيك بوينتس. الريتنج عبارة عن إذا زي اللي عنده بروفايلات باللينكد إن، زي الريكومنديشن بتكون بتلاقيها بالشغل هيك، هذا الريتنج. يس افتح دكتورة سارة. يس أنا هفتح دكتور سارة. أنا ممكن أعمل أد ريفيو، يعني أنا دكتور سارة بجد ساعدتني كتير في حاجات كتيرة، وهي منتور بتاعي، فأقدر إن أنا أدخل على البروفايل بتاعها وأشوف هنا أد ريفيو، وأدي الريت اللي أنا عايز أديه للفارماسيست ده. سي أنا هدي دكتور سارة 5، وهبتدي أكتب أي ريفيو أنا عايز أكتبه. كتبت عملية سبرنت للشخص اللي بدك إياه، أقدر أعمل حاجة وخلاص. أنا ببدأ هعمل سبمت ريفيو، هيطلع عندها إن أنا هيبقى عندها ريتينج. انا هعمل سبمت للريتينج، فهيبقى الريتينج عندها، وهكذا اقدر اعمل لكل الفيرمز. طيب انا لما اعمل الريتينج ده هستفيد ايه وهفيد ايه؟ الريتينج ده ممكن نفتح التايم لاين. الليدر بورد، هي دي الحاجة المفيدة في الريتنج. الليدر بورد احنا كل حد بيدخل عندي بيشوف البروفايل بتاعي، انا بعمل اكتيفيتيز كتيرة، حد بيعمل لي ريتنج، كل ده بيديني بوينت، فكل ما بزيد البوينت بتاعي كل ما ده بيبقى بوزيتيف للبروفايل بتاعي، في نفس الوقت بيبقى عليه ريت ان الناس تشوفه كتير، بيبقى تشيكد اكتر، وهنا بيبقى فيه ريورد لاكتر ناس بيبقى عندها بوينت كبيره. بتختلف بقى بيعمل لك اكسبوجر، هذا بيزيد الاكسبوجر تبعك. يعني بالنهايه انت كل واحد فينا بحاول انه يرفع حاله يورجي حاله، يعني فور اس، حتى لو بدكم تشوفوا احنا فور اس اللي عم بنسويه انا ودكتوره زينه ودكتوره مريم، ذس از كونسيدرد از ا ماركتنج، يعني احنا عم نحاول نطلع حالنا للسوق ونورجي الناس انه احنا موجودين، فانه اي واحد فينا ممكن يسوي هذا الحكي. يعني مثلا الليدر بورد هذا بعطيك فرصه انك تو جيت اكسبوزد اكثر للريكروتر، للمانجر بدور، او حتى لناس ممكن انت المينتاليتي تبعتكم ماتشز، فانه يو كان كرييت سمثينج حلو اوت اوف ذس. ف يوز ات، ات از ا باورفول تول اف يو كان يوز ات رايت، يوز يعني دو يور بيست ات ان شاء الله. دو يور بيست فعلا. يس يو كان ميت اس، كنا عندنا بروفايلز على لينكد ان وعلى لينكد ان وعلى الفارماسيست هاب، يو كان ميت اس فريند اس فروم ذير، واف يو وانت اف يو هاف اني كويستشنز بالنسبه لنا احكوا معنا، يعني we are friendly ان شاء الله. انا بس عندي تعليق صغير على دكتور باكر، ان انا كمان كل ما ببقى سوشيال اكتر على الفارماسيست هاب، كل ما بكده انا بقدر الفارماسيتيكال، مثلا سي انا عايز اشتغل ميديكال لاب، اعتبر انا الكارير الفيلد اللي انا عايز اشتغل فيه، انا ببقى زي ما قلنا ودكتورة زينة قالت ببقى متشاف اكتر، ببقى بيقدر ان هما يشوفوا كل اللي انا بحطه، السكيلز اللي عندي، كل الداتا اللي انا حطيتها، وكل الشيرز اللي بعملها والبوست، وده بيبقى بوزيتيف معايا، بيسهل الاختيار كمان يعني في الجوبس.
فهنا احنا اذا في عندكم انتم اي اسئله اذا حدا عنده اي سؤال او شيء بعث لنا اياه وي كان انسر ات صحيح before leaving now. انا بس كان في اخر كومنت بس في البروفايل ان احنا لما بفتح ماي بروفايل من الاباوت اوريدي انا عايزه اعمل شير للاكونت بتاعي مع كل الفريندز مع كل اصحابي مع كل الكوميونتي فبقدر انزل من الاباوت على البروفايل واجي عن ريفيرنج بروجرام بعمل كوبي لل اوكي اللينك بتاعي فاهم اللينك بتاعي وابتدي ان انا اعمله شير على الجروبس عند زي ما قلنا كل الفارماسيست اللي اعرفهم وبكده يقدروا يدخلوا عندي في البروفايل بتاعي ده كمان هينفعني في السي في بعد كده السي في بتاعي ان ده هيزود معايا البلاتفورم ده قد ايه كل السكيلز وكل اي ورك شوبس اخدتها وانترنشيب انا هنزلها هنا هتبقى واضحه في البوزيشن الشغل فهوب ان احنا نكون افدناكم وعرفنا ازاي نعمل الاكونت بتاعنا على فارمست هاب اتمنى النهارده ان كل الفارماسيست يبداوا يدخلوا يعملوا الاكونت بتاعتهم عندهم مشكله يبعتوا لنا يكلمونا الموضوع بسيط جدا حتى اللي عندهم اكونت ومش عارفين ان هم يكملوها او ستيل عملوا اكونت ومشوا لا احنا عايزين نكمل الاكونت بتاعتنا لان احنا عايزين نبني كوميونتي كبير جدا من الفارماسيست يو كان كونكت وذ اس اذا انتوا اي شيء بدكم اياه احنا موجودين احنا ري افيلبل في اي وقت واي سؤال في اي حاجه احنا موجودين اوكي مهم ثانك يو ايفريبادي اذا عندكم اني كويستشنز يو كان اسك اس اف نوت وي هاف تو جو في شيء كده ستوب شير يا اي اسئله اعمل ستوب شير احنا ممكن نعمل لكم كوبي في الكومنت للاكونت بتاعتنا وتبتدي تدخلوا عليها ومنها عايزين اي اسئله اي حاجه منها تقدروا تعملوا الاكونت بتاعتكم فاحنا مستنيين اي اسئله منكم ميرسي طيب خليني ادخل معاكم كده اشكركم على الفيري كومبريهنسيف سيشن it was very detailed واحنا بعتنا الاكونت بتاعتكم انتوا شخصيا علشان انتوا الامباسدرز اللي موجودين في دول مختلفه حابين جدا ان الصيادله في العالم العربي كله يكونوا كونكتد ويكونوا سبورتيف لايتش اذر خصوصا بعد التخرج والعمل اعتقد ان فكره ان انتوا تكونوا مع بعض من الاردن من الامارات من مصر وبتساعدوا بعض وبتفهموا من بعض اكتر ده احسن حاجه احنا ممكن نشتغل عليها الفتره الجايه هتلاقوا انه في اكاونت الخاص بزينة ومريم وبكر موجودين refer to them if anything needed او حد بيدور على اي شيء مش موجود لسه على الهب او ممكن نضيفه please join ميرسي لمجهودكم انتوا الثلاثه بكر ومريم وزينة it was very nice effort for you today هتلاقوا موجوده على السيشن على الفيسبوك وكمان هتكون موجوده على اليوتيوب لو حد محتاج ان هو يتابع معانا اكتر للفارماسيست هب او اي حاجه محتاجها عشان الاكاونت connect with them وازعجوهم باسئله كتير هم ايوه موجودين ايوه اوكي ثانك يو فور توداي وان شاء الله نتقابل على كل خير الاسبوع الجاي ويكون في معانا منتورز جداد ونساعد الصيادله اكتر انهم يكونوا very visible and very professional as they are ان شاء الله ميرسي جدا لكم باي 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 باي